المظلم أنه اليوم هناك نظرية لتحطيم المنتخب الوطني كانت انطلقت منذ بعد الحملة التي كان ضحيتها الرئيس السابق الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيد خير الدين زتشي. بطل إفريقيا وبعد ذلك تعرض لحملة وتم إبعاده من منصبه وكان تعرض يعني لضغوطات. لماذا تقول بأنها كانت حملة حتى لا لأنه العهد انتهت وانتهى جاء رئيس اتحادية آخر أين الحملة في ذلك؟ لا تستطيع أنك تدير عهدة واحدة مقارنة بالبرامج اللي كان أطلقها خير الدين زتشي خاصة مراكز التكوين يعني وإعادة هيكلة ورسكلة كرة القدم الجزائرية كان على الأقل يلزم له عهدتين يعني باش ينفذ البرنامج تاعه شفناه يعني. إذن هذا الناس اللي قال لك نبنوا أربع مراكز تكوين ونسيروهم ونديروا لهم ونعملوا ما يديروا حتى شيء، ذر للرماد في الأعين لا أكثر ولا أقل. ناس ما راهمش في المستوى، ناس ما يقدروش يسيروا، ما قدروش يسيروا مركز واحد في حوالي 25 لاعب ما قدروش يسيروه مدة 4 شهور ونص. كيف يسيروا أربع مراكز تكوين وباه تسير اليوم انت راك تقول العمال تاعك ما عندكش باش تخلصهم؟ يعني حبس كل برنامجه في نصف الطريق خاصة انه العهدة الاولى تاعه كانت فيها العديد من الامور الايجابية وحتى بعض السلبيات. اليوم انا نشوف الناس تتكلم على السلبيات اللي راهي واقعة في الاتحاد الجزائري لكرة القدم راهي مركزة فقط على تحطيم المنتخب الوطني. لماذا؟ شوف يا خالتي نفهمك بنك هذا راهو موش تاع سبيطار الاول، ثانيا عنده واحد الحية الله ينجينا ان شاء الله يقولوا لها البارانوياك، ثالثا يلفوت تديه لونات خيرة اللي قطعوا له، عندك بيتيتر يديروا له زي حبات تاع قمح في خيط ويعلقوا له هنا في ودنه. ربطت عفوا على المقاطعة حتى اذهب الى محدد الحملة، لماذا ربطت هذه الحملة بما تسميها حملة على جمال بلماضي والمنتخب بحملة على خير الدين زتشي؟ ما الذي له علاقة هذا بهذا؟ أكيد أنه الضرب، أنا أقول لك أنه الضرب خير الدين زتشي ويعني عدم تجديد الثقة فيه يعني لعهدة أخرى كان ساب كان يعني واحد من بين الأسباب اللي كانت تستهدف جمال بلماضي، لأنه شفنا على أنه العلاقة كانت جيدة بينهما الكل. حشمان إيه واش تحب؟ كاين بزاف كيفنا بزاف، كاين ربي اللي عاطيه فكره، كاين اللي عاطيه في راسه، كاين اللي عاطيه في يده. ايه واش تحب؟ احنا عطينا في لسان الخدمة شريفة. كانوا ينتظروا ربما جمال بلماضي انه ينسحب او يستقيل مباشرة بعد رحيل زتشي، لكن الامور ما مشاتش، راحوا له الى نقطة اخرى وهي ضرب ارضية الميدان وبعدها حملة اعلامية. اليوم انا نشوفه بلي قلت لك كاين مخطط واضح لزعزعة استقلال المنتخب الوطني. انا نقول لك اي حد يترحى يلا عيو.